اضطرابات جوية واسعة تشمل 3 دول عربية بما في ذلك السعودية في الأيام القادمة بمشيئة الله. كما نشاهد في الخرائط أمامنا تتأثر المملكة السعودية بالإضافة للعراق والكويت بنشاط جوي خلال الأيام القادمة نتيجة لاندفاع حوض علوي بارد من الشمال بالتزامن مع استجابة فعالة لمنخفض البحر الأحمر واندفاع تيارات مشبعة بالرطوبة في طبقات الجو المختلفة. ويتوقع بمشيئة الله أن تشتد الاضطرابات الجوية على السعودية يوم الجمعة بحيث تهطل زخات رعدية من الأمطار في مناطق واسعة من الحدود الشمالية وشمال المنطقة الشرقية وحائل والمدينة المنورة ومكة المكرمة، ولا يستبعد أن تشمل بعض المناطق الساحلية من هاتين المنطقتين وتكون بعض من هذه الزخات غزيرة في بعض الأحياء والنطاقات الجغرافية الضيقة ومترافقة مع تساقط للبرد مما يتسبب بجريان الأودية والشعاب وتشكل السيول، كما وتصحب هذه الزخات الرعدية بهبات قوية من الرياح بمشيئة الله. كما وتشمل الاضطرابات الجوية ولكن بشكل أقل شمولية وحدة مناطق جنوب الجوف وجنوب تبوك وبعض المناطق المتفرقة من القصيم وشمال المنطقة من الرياض إداريا وجازان وعسير والباحة، وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة في أغلبها في هذه المناطق. ويتوقع أيضا أن تؤثر حالة من عدم الاستقرار الجوي على الكويت على فترات مختلفة من يوم الجمعة بحيث تهطل زخات من الأمطار تكون غزيرة أحيانا ومترافقة بحدوث الرعد مما قد يؤدي لحدوث التجمعات المائية وارتفاع منسوب المياه في بعض المناطق. هذا ويتوقع أن تمتد السحب الممطرة يوم الجمعة لأجزاء عدة من جنوب العراق وتكون هذه الأمطار غزيرة أحيانا وقد تؤدي إلى جريان الأودية والسيول في بعض المناطق بإذن الله. كما تترافق الأمطار بحدوث العواصف الرعدية ونشاط الرياح الهابطة وتساقط زخات من البرد، وقد تمتد بعض السحب لأجزاء محدودة من وسط البلاد بالإضافة لأجزاء من شمالها. وبحسب الخرائط الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب، يتوقع أن يمتد تأثير الحالة الماطرة شمالا مطلع الأسبوع القادم ليطال مناطق جديدة وعدة من المملكة السعودية مع استمرار تأثيرها على الجنوب وأجزاء من وسط العراق بالإضافة لأجزاء مختلفة ومتفرقة من الكويت. ويتوقع بإذن الله أن تكون الاضطرابات الجوية قوية في بعض المناطق حيث تشير العديد من المعطيات إلى ارتفاع فرص حدوث ما يسمى بالسيول خلال هذه الحالة في بعض المناطق، كما وتترافق هذه الحالة مع سحب ركامية رعدية سميكة مما يعني وجود فرصة عالية لحدوث ما يسمى بالرياح النشطة. نتمنى السلامة للجميع. في حال أردتم المزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع وتطبيق طقس العرب. دمتم في أمان الله.